مال عندنا الميكرووند في الدار ولا المايكرويف نسخنو بيه، راهو رابيد، راهو سريع، يعاوننا يساعدنا نلقاو ميم تانيك في الخدمه. كان في لي بيغو تلقى ميم ميكرووند باش الناس اللي يجيبو ماكلتهم يسخنو تما. بصح اسكو انا سور سي سيكوريزي؟ اسكو انا سور راهو امن لصحتنا ولا لحياتنا؟ في هذا الفيديو راح نفهمكم كيفاش، نعطيكم كلك بيزكس كما يقول لك ولا دي باز، ونجاوبوا على هذه الاسئله ونقول لكم في الاخير رايي الشخصي. اروح تم اختراع المايكرويف ولا الميكرووند في 1967 من طرف بيرسي سبنسر. هذا الميكرووند هذا دار ضجه كبيره ولا انوتي انديسبونسابل. واش معناتها انديسبونسابل؟ معناتها الناس ما تقدرش تتخلى عليه على خاطر ساعدهم بزاف في حياتهم اليوميه على خاطر السرعه نتاعو. بصح كان بزاف اللي يتسائلوا كيما انا، اسكو هو فعلا امن لصحتنا؟ اسكو كي نستعمل الميكرويف بشكل يومي راح يشكل هذا الشيء خطر على صحتي ولا لا؟ لا، كاين تفرقت الاراء، تفرقت. كاين اللي يقول لك باللي الميكرووند والمايكرويف يعني يرجع الاكل مشع، وكيقول لك مشع ما انت يولي توكسيك ولا ماهوش مليح، معناتها يتسبب لك في السرطانات مع الوقت. وكاين واحد اخرين يقول لك لا لا، ما كاينش ابحاث كافيه تثبت هذا الشيء. معناتها لا بريبار دي ريشيرش تنداروا تقريبا كامل اوبزرفيشنال، معناتها تاع ملاحظات. كيقول لك ملاحظات معناتها ما يثبتوش الكوزيشن، ما يثبتوش السبب. دونك في هاد لا فيديو راح نعطيكم بعض دي باز تاع فيزيك سورتو باش تقدروا تفهموا كيفاش يخدم الميكرووند. راح نعطيكم في الاخر رايي الشخصي على خاطر انا كاين بارفوا نكون مع هادي ولا ما نكونش مع هادي، باش تعرفوا بالك يهمكم رايي الشخصي. وتانيك في الاخير الراي ولا القرار يعود ليكم. كاين ثلاث اسباب اللي تخلي الناس تخمم باللي الميكرويف ولا الميكرووند خطير، اللي هما لا راديياسيون ولا الاشعاعات. انه الاشعاع هذاك تاع الميكرووند يقضي على النوترينس ولا المغذيات اللي في الاكل، وتاني يقضي على الاكل، يعني عندها الاشعاعات تقتل الاكل. دونك باش تفهموا اول حاجه نهضروا على لا راديياسيون ولا الاشعاع. باش نفهموا الاشعاع لازم نقراو شويه، نفهموا شويه الفيزياء. لازم تعرفوا باللي الاشعاع هو مصطلح عام، ولا لا راديياسيون هو مصطلح عام يشرح اي نوع من الطاقه اللي ينتمي الى الطيف الكهرومغناطيسي. معناتها radiation is a broad term that explains any kind of energy that belongs to the electromagnetic spectrum. هذا الشرح بالانجليزيه باش اوكاو راكي تلفت لكم. بصح لازم تعرفوا باللي الاشعاع راهو بارتو، الارض اللي قاعد فيها، الشميسه، ليكرون اللي تفرش فيه. وسي لازم تعرف تانيك باللي كاين ثلاث انواع، كاين الاشعاعات اللي ماهيش خطيره، كيما قلت لكم الشمس اللي راح يسمح انك تصنع الفيتامين دي. عندك الاشعاعات الحميده اللي يجيو من التليفون، وتانيك من لا راديو تاع التلفزيون، لي زونت تاع لا راديو تاع التلفزيون. وكاين الاشعاعات الخطيره واللي هي كيما لا بومب اتوميك. دونك كي تسمع اشعاع راك شغلك تحس بلي الناس كي تقول لهم اشعاع يحسوا رواحهم كي شغلهم في تشيرنوبيل، وين يتخيلوا انهم يموتوا موت بطيء وامام مؤلم جدا. نو سي با سا. الاشعاع باش نقيسوه يكون على حساب لا فريكونس ولا التردد والحجم تاع طول الموجه. عندنا كل ما تكون الحجم كبير ولا فريكونس تكون قليله معناتها تكون نورمال، تكون غير مؤينه ولا نون ايونايزين. كي يقول لك نون ايونايزين معناتها ما يقضيش على الذره. باغ كونط اللي يكون فيها الحجم صغير والتردد كبير كيما لي غيون اكس لي غيون ايغريك، هذوما يسون ايونايزين ولا مؤينين، معناتها يقضيو على الذره. دونك سي سا وين نلقاها في لا بومب اتوميك. او فات من هذا نفهمه بلي الاشعاع نتاع الميكرووند مايكرويف ماهوش خطيرين على خاطر ينتمي الى الاشعاعات الحميده كيما تاع التليفون وكيما تاع لي زونت تاع الراديو تاع التلفزيون وكلش. بصح كيفاش تصير السخانه؟ السخانه تعتمد على لا بروكسيميتي ولا القرب من هذاك الاشعاع والقوه نتاعو. دونك كيما تقترب لي زونت تاع التليفون ولا كل ما ماشي مليح على خاطر الاشعاعات قويه. دونك سي لا ميم شوز بور الميكرووند. شتو الحاله راهي قريبه عليه والقوه نتاعو راهي مليحه، دونك يخليه يسخن. كيفاش تسخن الماكله هذيك؟ تسخن على تسخن لي موليكول دو، على خاطر الماء اللي كاين في هذيك الماكله، الماء اللي راهو تما، الاشعاعات هذيك اللي هي اللي تسخنهم هكذا كي يسخن لكم الاكل. دونك نفهموا هكذا بلي الاكل ما
راح يكون مشاع باسكو الاشاعات هذوك راهم كبار ولا فريكونس تاعو التردد تاعهم قليل مع ماهوش ايونايزينغ معناتها ماهوش مؤين دونك ما راحش يضروا الاكل. بزاف الدراسات تقول لك بلي الاشاعات تاع الميكرووند ما يضروش شورت تيرم هاويفر لا لكن ما كانش دراسات تثبت انهم ولا يوروا الخدمه تاع الاشاعات يعني على المدى الطويل. الاف دي اي الافدية تاع الامريكان فود اند دراغ ادمنستريشن تقول لك بلي لي باز وبيان بيزيك ليفل نتاع 5 ميجا وات ما راح يديروا لك والو ا شورت تيرم. ثانيك الاف دي اي تقول لك بلي الاشاعات تاع الميكرووند ما يضروش كور تيرم يعني على المدى القريب. وثانيك الاشاعات اللي تتسرب اتون رابلي فو هذا لو تيرم الاشاعات اللي تتسرب من الميكرووند ما راحش يضروا. ويقول لك بلي ثانيك ما كاش دراسات تثبت انه الاشاعات تضر على المدى الطويل ولكن ثانيك ما كاش دراسات تثبت انه ما تضرش يعني ما عندهاش دراسات انه تثبت انه ما تضرش دونك ما عباليش انا اسكو تضر ولا ما تضرش. لي ميكرووند ثانيك عندهم باش يبيعوهم عندهم بزاف لي كونديسيون تاع التصنيع ماشي اي واحد يخدم لك ميكرووند ولا على خاطر فيه لي كونديسيون تاع التصنيع. وثانيك لي كونديسيون انه كل فيروياج هذا كي يجي تغلقوا الاشاعات هذوك ما كانش اللي يخرجوا فهمتوني دونك الاشاعات على خاطر يخرجوا مع الوقت كيما قلنا قبيله سي با سو بلي ماهمش دونجورو. دونك الدوزيام ارغومون نهضر عليه هو انه لو ميكرووند يقضي على لي نوتريون ولا المغذيات نتاع الاكل. دونك كاين دراسات اثبتت انه الميكرووند ولا المايكرويفز راح يقضي على الدي ان اي تاع بعض الكائنات هاد الكائنات اللي درجه الحراره العاديه ما ديرهاش. كاين دراسات ثانيك اثبتت انه بعض الفئران اللي طايبه كلات الاكل اللي طايب في الميكرووند عندهم الحيوانات منويه اقل وعندهم اعضاء تناسليه صغيره يعني ماهيش متطوره مليح مقارنه بالفئران اللي تاكل الاكل العادي. دونك هاد لي زيتود تقراوهم تلقاهم هنا في ديسكريبسيون دونك يعني حطيتهم من تما طلعوا عليهم الى حابين تفهموا اكثر. صح هذوما يقولك بلي نتائج اوليه فقط ولكن راه يتعبر على مخاطر كبيره محتمله. باش نكمل هاد لا فيديو حبيت نمد رايي الشخصي لهذا الشيء. انا شخصيا ما نستعملش الميكرووند ولا المايكرويف. كان عندي مايكرويف واحد الوقت بصح قررت اني نحيه. لماذا؟ بكل بساطه لان لا يستحق المخاطره فهمتي. صح سريع وكلش كونفينينت ويساعد الناس ولكن يعني يسوفي كو خطا صغير يغلط خطا صغير يسرى مثلا يولي في الليكاج معناتها التسرب نتاع الاشاعات اللي ما تقدرش من بعد تفيقوا بهم. صح كاين يقولك باللي هو سريع وثاني يستخدم طاقه اقل. كان طرق جديده طرق جديده تاع تستخدم طاقه اقل ماهيش خطيره كيما الاشاعات. عندنا تكنولوجيا جديده ماهيش خطيره كيما يا ربي واش يسموهم الكونفكشن اوفنز ولا الاندكشن ستوفز. هذوما الزوج هما طرق جديده اللي تستخدم طاقه قليله. لازم تعرفوا ثاني الميكرويف ولا التسخين في الميكرويف يعني ديفيرون يعني مختلف تماما عن التسخين بالحراره العاديه. يعني في الاخر باش نقول لكم يعني اكيد الخيار يروح لكم باسكو على بالي بلي بزاف ناس عندهم الميكرووند يعني لا يستحق المخاطره الفايده تاعو قليله بزاف على حساب لي دونجي المحتملين نتاعو. انا شخصيا جو بريفير با بروندر لي ريسك. عندنا اسي دو ريسك راهم نديوهم في حياتنا ماناش ميم با فايقين بهم دونك علاش ندير حاب نسخن عندي لا كاسرول نسخن وندهنا. جيسبر كو عجبتكم لا فيديو تاع اليوم واستفدتوا منها. ما تنساوش تضغطوا زر الاعجاب وتابعونا في هاد لاشين باش تشجعونا انو نديرو بلوس دي فيديو تستفادوا بيهم انتوما. تابعونا في ريزو سوسيو راهم كامل هنايا. بارطاجيو هاد لا فيديو مع صحابكم ولا فامي وتانيك ما تنساوش تفعلوا الجرس باش كل ما نحط فيديو تجيكم نوتيفيكاسيون اني حطيت فيديو تروحوا تتبعوها. نشوفكم في الفيديو الجايين ان شاء الله. ما تنساوش تك هيلث فويس امباورينغ فويسز. باي باي. We'll be right back.